هم أطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية يعانون من مرض نادر في العالم لا يستطيعون التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. أولئك هم أطفال القمر المصابون بحساسية بشرة شديدة. تحولنا إلى بعض من هؤلاء وتحدثنا إليهم. حمادي الغداوي. درس في مادة الرياضيات للسنة الثامنة أساسي في إحدى المدارس الخاصة بمدينة منزل بوزلفة بالوطن القبلي. كل شيء يبدو طبيعيا، لكن الأمر غير ذلك. فمن بين التلاميذ ثلاثة مصابون بمرض جزيرو ديرما بيجمونديزم، المعروف بمرض أطفال القمر. نورس 10 سنوات، شقيقها فتحي 13 سنة، وفاطمة 14 ربيعا. لكن جي للمدرسة نذهب بالكرون، نذهب بالكرون، لازم نحط منشفة ونجي. نذهب ونجيبو ماذا شباب ديما مسكري، نلبس لبس كنجي نخرج، نلبس لوناتي، نلبس كوانيواتي، ما نخليش بدني تعرج الأشعة تشمش. بابا يهزنا في الليل في البحر، ما نقلقش، نخرج نلعب عشية. بناتي يحبوني على الاخر، صحاب مش كلمة. لا الجملة يحبوني معناتها بمعنى الكلمة. هنا في هذه المدرسة كل شيء مهيئ لمنع تسرب الأشعة فوق البنفسجية، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، كما يولي المربون هؤلاء الأطفال عناية خصوصية. بالنسبة للإضاءة يعني عملنا لهم الواقي على الضوء، يعني نتعاملوا معاهم بجدية أكثر، ونخليوهم يعني ديما يكونوا من الممتازين وما ينقصوش على أصحابهم. العودة من المدرسة كما الذهاب إليها، ارتداء لباس خاص يمنع تسرب الأشعة فوق البنفسجية، وامتطاء سيارة مجهزة بمصفاة لهذه الأشعة. وفي غرفتها مغلقة النوافذ تقضي فاطمة معظم أوقات فراغها، كما تحظى كغيرها من المصابين بهذا المرض النادر بزيارة الطبيب المباشر لحالتها. أسلام فاطمة، شنو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. هو مرض وراثي مش معدي، نجمو ناكلو معاه، نشربو معاه، نقراو معاه، نقعدو معاه، ومانا كأي إنسان عادي. هاير بارد ومسحبة برشا وذلي مش سخون، ما فماش السمش، الأشعة متاع السمش ما فماش. من الأربعة كذلي الأشعة متاع السمش ما فماش، نجم الأربعة نجم نخرج بها، ما صباح ما نجمش خاطر بنتي. الحالات اللي بشرتهم أنا في العشرين سنة هذوما الفارطة هذوما، فما أكثر من 485 حالة. ولكن عندما نشوف الدراسات الجينية هذه ونشوف العائلات الدراسات الوراثية، نلقاو تقريبا فما ضعف اللي نشوفوه على احنا، فما عدد كبير اللي هو ماهوش قاعد يداوي وما يمشيش مع الطبيب الاختصاصي. وتقريب كل أسبوع نشوفوا حالتين ثلاثة جد. يذكر أن عدد المصابين بهذا المرض على مستوى العالم يتراوح بين 3000 و4000 حالة، أكثرها غير مكتشف، فيما تعد تونس أكثر من 450 حالة. وتسعى جمعية مساعدة أطفال القمر بتونس لحمايتهم ومعالجتهم، وتضع على ذمة الأولياء عنوانها على شبكة الإنترنت لمزيد الاستفسار والاستشارة.